السلام عليكم. زي ما قلت لكم، أنا أبغى أتكلم عن المواقع التعليمية اللي أنا أتعلم منها شخصيا، واستفدت منها استفادة كبيرة جدا، وإلى الآن أتعلم منها، ما راح أتأخر عليكم. هذا ليندا. ميزة ليندا أنه يعطيك كورسات متنوعة، وأنا شخصيا أسمي هذا المكملات للشخص. يعني مثلا لا تعتقد أنك خلاص أنت مهندس أنه خلاص هذا تخصصك، لا، عندك مثلا جابس، عندك فراغات، مثلا بحكم انه مثلا زي انا الان مهندس كهرباء احتاج شوي في البرمجة، عندي مشكلة مثلا في ادارة الاجتماعات مثلا، ففي كورسات هذا بالهبل. يعني بحكم الان حنا الان في حجر، سويت كذا فلسفة ودراسة سريعة، قلت لو الواحد الان يقعد على ليندا هذا سنتين ما يرتاح نهائيا، بس ياخذ كورس ورا كورس ما راح يخلص. طيب بشكل سريع، لو مثلا الان عندي انا مشكله في ودي اتعلم مثلا البايثون مثلا، حلو، هذا البايثون، ضغط اكتب في البحث هنا بايثون، شوف الكورسات بالهبل. مثلا والله عجبني الكورس هذا مثلا حق البيجنر، وساعه وتقريبا 8 دقائق تاخذ الكورس وتستمتع. حلوين، خل بس اعطيكم كذا مقطع سريع. اسلوبهم كويس، وبعدين ذولي ناس فطاحل، يعني تلقاها مؤلف لخمس كتب ست كتب، ومبدع في التخصص وعشرين سنة في التخصص، ويعطيك زبدة الزبدة. واضح. طيب بالنسبة للدفع، وهذه نقطة مهمة، طريقة دفعها تقريبا تدفع بالشهر حول 250 ريال، لكن كل الكورسات مفتوحة لك. لو اوريكم الكاتيجوريز شوفوا كيف، لاحظوا، تخيلوا انتم معي، تخيلوا معي، شوفوا كيف، في الماركتينج، في الـ في الـ في الانجينيرينج، في الإديكيشن، في كل شيء. وسلامتكم. طيب هذا الموقع الثاني اللي اتعلم منه، يودمي، ممتاز جدا. يودمي على حس تدفع الكورس نفسه. يعني مثال، انا والله ودي ابحث عن كورس مثلا اردوينو مثلا، حلو، مثلا ابغى الكورس هذا، مثلا هذا قيمته او سعره 13.99 تقريبا دولار، حلو، عجبني، خلاص اشتريه. اذا اشتريته خلاص صير لك انت. حلوين، هذا فرق، الفرق بينه وبين ليندا. ليندا لا، تدفع دفعه واحده 250 ريال تقريبا، وكل الكورسات مفتوحة لك. لكن بالنسبة ليودمي لا، تاخذ كورس واحد. طبعا هذا نفس، يعني نفس جودة ونفس قوة وسمعة ليندا زي بعض، بس الفرق بالنسبة لي أنا، الفرق بينهم بس بالدفع. لكن اللي يمتاز في يودمي إنه فيه كثير مثلا عن تخصص الهندسة بالإلكترونيات، الكهرباء، الميكانيكا، كثير، مرة كثير. لكن لو تلاحظون في ليندا لا، يتكلم كثير عن البرمجة مثلا، وعن التكنولوجيا بشكل عام. يعطيكم العافية. طيب هذا الموقع الثالث اللي تعلم منه اسمه كورسيرا، موقع رهيب مرة ومجاني. لكن في بعض الناس يقول لا، أنا والله أحتاج شهادة. هذا يقولك تأخذ الكورس وفي نهاية الكورس تأخذ شهادة. الشهادة قيمتها تقريبا 50 دولار، لكن كوجهة نظر متواضعة أنا ما تهمني الشهادة، يهمني المهارة أكثر من الشهادة. حتى هذه قاعدة أتوقع تمشي معك جميع التخصصات. يجيك واحد مثلا يقول أنا عندي 20 شهادة مثلا، لكن ما يتقن ولا مهارة منها، إذن الشهادات ذي ما لها قيمة. بالتالي أنا أشوف المهارة أهم من الشهادة. المهم اخترت الكورس هذا Introduction to Electronics. يا أنك تقول والله الكورس هذا تأخذه مسجل، لاحظوا هنا مكتوب مسجل، حط بس أضغط على السيلابس هذه، حلو، وأبدأ أخذ الكورس، أضغط هذا، حلو، وأبدأ أخذ الكورس، هنا حط صفحة ثانية وأبدأ أبحر. أو تقول لا والله أنا راح أبدأ مع المجموعة، هم راح يبدون في 29 أبريل، حلو، خلاص تبدأ معهم. طيب إيش الفرق بينك تأخذ كورس مسجل أو تبدأ مع مجموعة؟
بعضهم يقول لا أنا أبغى أدفع وباخذ كورس، يعني فيها assignments، فيها homeworks، فيها يعني فيها واجبات، فيها أبحاث تكتبها، مطلوب منك في حاجات تسويها وتأخذ عليها كريدت درجات يعني، وتأخذ الشهادة بالنهاية على خير. هذا موقع كورسيرا. إدكس نفس فكرة كورسيرا بالضبط، الفرق إن عندك خيارات أكثر. يعني مثال، أنت الآن رحت كورسيرا وفي كورسات معينة ما وجدتها، مثلا تبحث مثلا عن الروبوتكس مثلا ما حصلت، عندك خيار ثاني إدكس وتحط الكورس اللي تبغاه في البحث، ونفس الفكرة. ونجي على الموقع الخامس وممتاز أيضا، MIT Open Courseware. ما يحتاج هذا الموقع، MIT تعرفونها، كل الناس يطمحون يدرسون فيها. إيش يسوون؟ عندهم الكورسات مسجلة، حلو خلوا أريكم، تختار من هنا مثلا Find Courses، تحط Topic، حلو، تختار مثلا Engineering، اختار من انجينيرنج، اختار مثلا الكتريكال، وبعدها مثلا اختار الكورس اللي يحبه، مثلا اختار ديجيتال سيستم مثلا، او مثلا الكترونكس، حلو، وابدا اختار اي كورس يعجبني. والله مثلا عجبني الكورس هذا، اختاره في كورس وانطلق. لكن في مشكله ما تعجبني، انهم مسجلين كورسات من عام 2007 2008. أنا ما صراحة ما أحب الكورسات القديمة، فدائما أبحث عن الكورسات الجديدة، هذه مشكلته، ولا بعد ممتاز جدا. نجي الموقع هذا السادس، هذا مو معناته إنه مركز السادس بالنسبة لي، هذا عندي هو الأول، موقع خيالي وخرافي، وأنتم أعلى مني علما. أنا صار لي تقريبا في مسيرتي في السلف ستادي أو دراسة الأونلاين 12 سنة، ما قد مر علي موقع زي هذا. هذا الموقع تقريبا صار لي استخدمه حوالي يمكن 5 سنوات تقريبا. ميزة الموقع هذا انه يعطيك عمق في المعلومة، وبعدين اللي يدرسونك بروفيسورز كلهم في جامعات راقية. وانا شخصيا سميت هذا الموقع الجامعة المثالية. يعني مثال، خلونا ناخذ كذا كورس على الطاير، خلونا ناخذ مثلا مسجل هنا كاتب هنا روبوتكس، حلو عجبني الكورس هذا مثلا، شوفوا كيف 24 ليكتشرز، يعني 24 درس. والله انا بصراحه ما اثق في البروفيسور هذا، اقرا عنه تنصدم. يعني شوفوا السي في حقه، اصلا شوف من يعطيك المعلومة. لو غير كذا، كل كورس يكون فيه كورس جايد بوك، تجي تقرأ عن الكورس هذا، كتاب شوف 272 صفحة، رهيب رهيب مرة الموقع. فزي ما قلت لكم، هذا ما أتخلى عنه، إلى الآن أستخدمه وأخذ فيه كورسات. طبعا مو بس ترى في الهندسة، حتى في اللغة، إذا جيت تطور نفسه باللغة في كورسات باللغة. حتى انتم يا اهل التاريخ اللي يبغى يشوف، في عنده في كورسات كثيرة عن التاريخ، خذ الكورسات بالهبل. وسلامتكم، والله يوفقكم في دراستكم. شكرا.